أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف عند أسباب وتداعيات خروج الناس للتظاهر في مدينة تعز وكيفية تعامل السلطة المحلية. أطلق مسلحون النار على متظاهرين منددين بأعمال الفساد وسط مدينة تعز دون وقوع ضحايا. وقال مراسل قناة بلقيس إن مسلحين على متن دورية أطلقوا النار على مسيرة احتجاجية في شارع جمال ولاذوا بالفرار، وأضاف أن المتظاهرين طالبوا الأجهزة الأمنية بملاحقة وضبط المسلحين وإحالتهم للجهات المختصة. وكانت التظاهرة التي خرجت في شوارع المدينة قد طالبت بسرعة إقالة الفاسدين وفتح تحقيق في عدد من ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولين مدنيين وعسكريين في المحافظة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل يثمر الحراك الشعبي بتعديل مسار السلطة وتحقيق المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرين؟ ولماذا ظلت تعز رهينة أزمات متتالية مع أن يصدى الستار عن أزمة حتى تبدأ أخرى؟ قبل النقاش نذهب مشاهدينا لمشاهدة هذا التقرير الذي أعده الزميل محمد عبد المغني، ومن ثم نعود. تعز ما إن تنفك عن أزمة حتى تدخل بأخرى. حصار مطبق على المدينة تقوم به الميليشيا، قصف على الأحياء السكنية، وحالة اجتماعية ومعيشية متدهورة. في جديد الأحداث تظاهر المئات في المدينة للمطالبة بمحاسبة من وصفوهم بالفاسدين وعزلهم من مناصبهم، رافعين لافتات وشعارات تندد بما اعتبروه عبثا في إدارة المحافظة ومؤسساتها. المتظاهرون طالبوا بحماية المواطنين وممتلكاتهم وتطبيع الأوضاع واستكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي. الحراك المجتمعي ومنذ أكتوبر الماضي لم يتوقف، حيث يخرج أبناء المحافظة بمسيرات أسبوعية منددة بالفساد والمحاصصة الحزبية ومطالبة بصرف مرتبات الموظفين. السلطة المحلية أعلنت في وقت سابق استجابتها لمطالب المحتجين، مؤكدة إحالة 12 مسؤولا في المحافظة إلى التحقيق بتهمة التورط في أعمال فساد. لكن المحتجين قالوا إن مطالبهم الرئيسية لم تنفذ بشكل جذري، أهمها إلغاء ومراجعة التعيينات في كافة مكاتب السلطة المحلية واستبدالها بالكفاءات وإحالة قضايا الفساد للقضاء وأجهزته. لم تتوقف المطالبات عند هذا الحد، بل ندد المتظاهرون أيضاً بتدهور الخدمات وطالبوا بوقف نهب الأراضي والمنازل ومحاكمة المتورطين بجرائم جنائية وإعادة المنازل المنهوبة وتعويض ملاكها. حالة كبيرة إذن من الانقسام وعدم الاستقرار تعيشه محافظة تعز، ومطالبات عديدة للشرعية بسرعة تطبيع الأوضاع وتحرير المحافظة التي تعاني كل يوم من ويلات ثلاثي الصراع والحصار والفساد. لنقاش أوسع ينضم إلينا من تعز الناشط الحقوقي عمر الحميري. مرحبا بك معنا سيد عمر. مرحبا بك يا أختي الكريمة ومشاهدي قناتكم الكرام. حراك مستمر في المحافظة وأخبار تتحدث عن إطلاق نار من قبل مسلحين على المتظاهرين، برأيك من يتحمل مسؤولية إطلاق النار؟ في البداية نحب أن نؤكد أن هذه الاحتجاجات سلمية وأن مطالبها دستورية ومشروعة، تطالب بتوفير الخدمات، تطالب بإقالة الفاسدين، تطالب بإنهاء منظومة المحاصصة الحزبية التي تشكل مظلة للفساد والفاسدين، تطالب بجملة من الإصلاحات المالية والإدارية وتوفير حقوق بسيطة. يعني لم نطلب ترفا وإنما نطلب خدمات أساسية ومطالب أساسية دون أي استجابة من السلطات المحلية. ما حدث اليوم هو عبارة عن ناتج لحملة التحريض التي قادها يعني نخب بعضهم محسوبة على الجيش الوطني، أيضا بما فيهم الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، شنوا حملة تشنيع وتحريض ضد الخارجين ضد الفساد. كانت هذه الحملة تؤكد أنه لا يحق للمتظاهرين أن يطالبوا بمحاسبة الفاسدين في السلطات العسكرية
وكانت لهم وجهات نظر غير تشريعيه ولا يمكن الاستناد الى اي نص قانوني يمنع المتظاهرين والمواطنين من ان يبثوا شكواهم وينتقدوا اداء قاده ثبت انهم عجزوا عن ضبط جنودهم الذين قاموا بالعديد من الانتهاكات. هناك جرائم، هناك احتلال منازل، هناك جرائم غصب اراضي من قبل جنود محسوبين على الجيش الوطني دون ادنى حراك من قبل هؤلاء القاده، بل وبعضهم يمارسون هذه الافعال. هناك تستر على المدنيين، هناك فشل اداري في ملف التحرير، هناك ما فشل في تحقيق حقوق الجرحى، في الاهتمام بالجنود وابطال الجيش الوطني في الجبهات مقابل فساد مالي واداري ملحوظ. وبالتالي فان المواطنين خرجوا لمطالبه حقهم بالتحرير، خرجوا بحقهم في وقف غصب الاراضي من قبل النافذين ومسلحين تابعين للجيش الوطني، خرجوا لمطالبه حقوق ما تجاه السلطه المدنيه بالاساس وتجاه السلطات العسكريه. كانت نسبة المطالبة يعني كبيرة باتجاه السلطات المدنية والسلطات المحلية، وجزء بسيط من هذه المطالب توجهت نحو السلطة العسكرية. وبالتالي فإن هناك توازن في المطالب وتوازن في الطرح، وهذا ما لم يعجب وما لم يناسب بعض الأشخاص الذين يرون أنه لابد أن يكون هناك وقف لهؤلاء الخارجين الذين يقومون بمطالبة بحقوقهم تجاه قادة عسكريين. وبالتالي حملة التحرير أدت وأنتجت هذه الحالة الشنيعة التي لم تحدث في تعز منذ سنوات طويلة. نعم. منذ عهد ثورة فبراير حدث اليوم اعتداء على المسيرة السلمية الراجلة التي لم يكن فيها أي شخص يحمل. تفضل بالبقاء معي سيد عمر. أرحب بضيفي أيضا من مدينة تعز مدير إعلام المحافظة نجيب قحطان. مرحبا بك معنا سيد نجيب. أهلا وسهلا سيدتي العزيزة. إذن هي مطالب مشروعة خرج بها المتظاهرين لإقالة الفاسدين ولمراجعة أو إصلاح الفساد في كذا ملفات، هي مطالب مشروعة، إذن لماذا تم إطلاق النار عليهم؟ نعم يا سيدتي العزيزة، أولا دعني أوضح أننا مع كافة المطالب المشروعة ومع محاربة الفساد أينما وجد وأينما كان ومن أي كان، ولكن نود أن نوضح أن إطلاق النار، إذا حدث إطلاق نار فعلا أو أن هناك أحد الأطقم العسكرية قام اليوم بإطلاق نار على المتظاهرين، فتلك مسؤولية جنائية يتحملها أفراد الطاقم، ويجب إحالتهم بالتحقيق ومحاسبتهم عن الجرم الذي ارتكبوه في حق المتظاهرين. لكن علينا أن نعي أيضا أن الأطقم الأمنية المتواجدة هي أكثر من طاقم، وهي دائما تحمل المظاهرات والمسيرات، وبالتالي إذا حدث خلق من بعض الأفراد فذلك لا يعمم على اللجنة الأمنية بأكملها أو على المؤسسة الأمنية بأكملها، ويعمم على تعز بأنها فاسدة وبأنها ضد المسيرات والمظاهرات. المظاهرات اليومية دون هدف أيضا ليس لها، والتي ليس لها أي هدف، هي نوع من أنواع التلف الديمقراطي بكل ما تعنيها الكلمة، واستغلال للمناخ الديمقراطي الذي أيضا اكتهبه محافظة تعز لأبنائها بعكس المحافظات الأخرى الباقية. وبالتالي حينما يخرج أبناء تعز كل أسبوع لرفع صور جميع القادات، قيادات السلطة المحلية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، وبالتالي يطالبون برحيلهم جميعا، فتلك مطالب خارجة عن الواقع وخارجة عن أيضا الواقع المعاش، ولا يمكن القبول بها، خاصة وأن محافظة تعز لا زالت حتى الآن تعاني حصارا شديدا وتخوض حربا ضروسا، لا يزال بيننا وبين الميليشيات الحوثية بعض الأمتار، لا يزال هناك قتال شديد في معظم الجبهات، لا تزال تعز تخضع للسنة الخامسة تحت الحصار الشديد. وبالتالي هناك مطالب نحن نقف معها، وهناك مطالب ليس من اختصاص السلطة المحلية ولا يمكن للسلطة المحلية أن تتجاهلها. هناك مطالب تخص الحكومة وهناك مطالب خاصة بالسلطة المحلية. ما هي المطالب التي من السلطة المحلية يجب أن يتم مناقشتها وإخضاعها للنقاش وتنفيذها بقدر الإمكان؟ أما أن نتحدث عن فساد مدينة بأكملها ومحافظة بأكملها فذلك شيء خارج المألوف. تفضل بالبقاء معي سيد نجيب. إذا سيد عمر، هي مطالب خارجة عن العقل كما ذكر السيد نجيب، أنتم تطالبون بإقالة كافة أفراد السلطة المحلية، ويعني هو يراها بأنها مطالب غير مقبولة لا يتقبلها العقل. الفساد هو الخارج عن المألوف وهو الذي لا يتقبله عقل. الفساد الحاصل في جميع مفاصل الدولة، في جميع مفاصل المؤسسات الحكومية والمرافق،
لم يحدث في تاريخ أي مدينة، حتى في المدن التي تعاني من الحروب لم يحدث أن توقفت جميع الخدمات بالكامل، بينما هناك في مدينة تعز موازنات وإيرادات ومبالغ تقدم من الحكومة المركزية لتفعيل المؤسسات، لا توجد أدنى خدمات بسيطة، خدمة النظافة، خدمة الكهرباء، خدمة المياه، صيانة الطرق، جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والتي تمثل الالتزام الذي يقع على عاتق الدولة في العقد الاجتماعي بينها وبين المواطن لم يقدم، بينما تقوم الدولة بفضل جبايات والضرائب وبشكل تعسفي، وبالتالي فإن الدولة وقعت في الكثير من الفساد الذي لا يمكن تحمله، وما هو غير مقبول هو الفساد وليس المطالبة. ما يقوله الأخ نجيب قحطان وهو مدير مكتب إعلام جاء على حساب الثورة وجاء على حساب الحكومة التي جاءت من نتائج ثورة فبراير، ويقول أن هذه الثورة وأن هذه المسيرات لا طائل منها ولا فائدة منها، لو لم تكن هناك ثورة لما كنت الآن في منصبك، عليكم احترام تضحيات الناس والمواطنين في هذه الثورة، ثورة فبراير، وأيضا في المقاومة الشعبية لم يقم الناس ولم يخرجوا ولم يضحوا من أجل أن تأتوا بفسادكم البديل لفساد نظام علي عبد الله صالح، لم يقبل الناس أن يأتي فاسد ويجلس ثم يتنطع وينظر بأن هذا الفساد شيء طبيعي وأن الغير مقبول هو الخروج ضد الفساد، وبالتالي هناك إقرار من السلطة المحلية، هناك إقرار من السلطات العسكرية بأن هناك اختلالات من خلال محاضر الاجتماعات التي خرجت خلال الأسبوعين الماضيين، أقروا بأن هناك فساد كبير. الوكيل الأول يقول أنا لن أقبل بأن أكون مظلة للفاسدين حتى قوله، وبالتالي هو يعلم أن هناك فساد كثير جدا، ولكن ما تم إشالته من ملفات هي ملفات بسيطة وجزئية جدا لا يمكن أن تشكل حتى نسبة. هناك فساد مستمر من رأس الهرم وحتى أدنى مستويات العمل الوظيفي بتعز، الرشوة، المحسوبيات، القرارات، التعيينات الغير قانونية، هناك إبعاد كافة الكفاءات، وبالتالي فإن المحافظة التي جاءت بالأخ نجيب قحطان كمدير لمكتب الإعلام ممثلا عن الحزب الاشتراكي هي المحافظة التي أتت بالفساد. هذه المحافظة التي جاءت بمدير مكتب المالية وبشخص لا يملك أي شهادة في الأمور المالية، مدرس لغة عربية وخريج لغة عربية يوظف على أنه مدير مكتب المالية، وهذا نوع من أنواع الفساد الذي يعاني منه مدينة تعز وهو غير مقبول وغير منطقي. بالتالي بأننا نطالب بمطالب السورية ولم نطالب بالترف، طالبنا بالكهرباء. ابقى معي سيد عمر، أعود إليك أستاذ نجيب، تحدثت أن هناك مطالب مقبولة، ما هي هذه المطالب وهل هناك وعود من قبل السلطة المحلية للتجاوب مع مطالب المتظاهرين؟ نعم يا سيدتي الأعزاء، أولا أود أن أوضح لزميلي العزيز المحامي عمر الحميري بأنه قولني ما لم أقل واتهمني بأشياء لم أقلها نهائيا. أنا لست ضد المظاهرات ولست ضد الثورات، بل أنا مع حق المظاهرة وحق المطالبة الشرعية، وإنما قلت أن المظاهرة التي لا تحمل أهدافا معينة ومحددة هي مظاهرات فقط لتهريب الفاسدين الحقيقيين. قلت أن تعميم الفساد على الجميع هو أيضا صناعة قوارب نجاة للفاسدين الحقيقيين. نحن مع المطالب المشروعة، وأنا أكثر من يكتب عن الفساد وأنا أكثر من ينتقد الفساد. أنا أتمنى من أبناء تعز أن تكون مظاهرتهم يوم السبت القادم أن يحددوا على الأقل قضية واحدة، مثلا يقولوا أن هناك فساد في عملية النظافة، ويبدأوا بتجميع الوثائق الخاصة التي تثبت أن هناك فساد حقيقي في النظافة، وأن هناك أموال تهدر في النظافة، وأن هناك أمور كثيرة لا يقوم بها صندوق النظافة، فقط أنه يتم إيراد مبالغ ويتم جباية مبالغ دون أن يعكسها على أرض الواقع. هناك فرق بين خلل، بين الخلل الإداري وبين الفشل الإداري وبين الفساد. قد يكون هناك بعض المكاتب فيها خلل إداري وسوء إدارة، لربما الناس في الشارع لا يحتاجون لهذه المصالحات لتفنيد ما ذكرته، هم يرون بأن الأمور لا تمشي كما هو مراد لها، هم يرون بأنه لا تتم توفير الخدمات بالشكل المطلوب، ولهذا خرجوا للشارع للتظاهر ويطالبون بإقالة من يمسك زمام الأمور في المدينة. ونحن مع هذه الطلبات، نحن بمطالبة رحيل الفاسدين أينما وجدوا وأينما كانوا، وسواء كان انتماءهم للشرق أو للغرب أو للجنوب أو للشمال. لكن حتى نحدد الفساد يجب أن نقول مثلا مكتب النظافة فاسد، 1، 2، 3، نحدد نقطة الفساد. ما هي نقطة الفساد؟ كم يمتلك من عربات، من بوادير نقل قمامة، كم يمتلك من مقالب، كم يمتلك أيضا من برانيل، كم يمتلك من إيرادات، هل الإيرادات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية تفي بالغرض إلى أن يقوم صندوق النظافة بتنظيف تعز أم لا؟ إذا كانت الإيرادات فعلا
تستطيع أن تنظف تعز، فنقول هناك فساد حقيقي يجب إقالة تلك القيادة، وإن لم يكن هناك فساد فيجب أن يتم أيضا مراجعة الأمور وإعادة بلورة الإدارة التي تشرف على صندوق النظافة. نعم. أما حكاية أن نعمم الفساد، أن نقول أن السلطة المحلية جميعها فاسدة والجيش فاسد والمؤسسة الأمنية فاسدة ونطالب برحيل الجميع دون استثناء، فتلك أمور للأمانة تقتل فعلا المطالب الحقيقية وتقتل المظاهرات وتقتل الهدف الذي تخرج بها المظاهرات. وبالتالي أنا أيضا مع عدم المحصل في الوظيفة، وأود أن أوضح للجميع أن المحافظة الحزبية أتحدى من يقول أن هناك مدراء مكاتب تم تعيينهم بمحافظة حزبية. نعم هناك محضر وقع بمحافظة المديريات ولم يطبق معظم تلك ما جاء في ذلك المحضر. أما مدراء المكاتب التنفيذية لم يكن هناك أي محافظة في تعيين مدراء المكاتب التنفيذية، ولم آتي أنا كمدير مكتب إعلام عن حصة الحزب الاشتراكي. ومع ذلك ما تقوم به الآن اتفاق الرياض الأخير أقر بوضوح وبشكل تام على قيام محاصصة حقيقية بين الأحزاب، وبالتالي تعيين حكومة من 24 وزير 12 للشمال و12 للجنوب ستخضع هذه كامل للمحاصصة الحزبية. شكرا. ولا يمكن أن نقول فقط أن تعز هي من تعاني من المحاصصة الحزبية. تعز هي محافظة واحدة محررة من ضمن محافظات عدة. تعز لا تمتلك أي إيرادات مالية حقيقية. تعز لا تمتلك أي دعم حكومي حقيقي تستطيع السلطة المحلية أن تقوم بأعمالها على أكمل وجه. ومع ذلك أدعو السلطة المحلية أيضا كمدير إعلام وكمواطن تعز يهمه أمر تعز إلى مراجعة أعمالها وإلى مراجعة إداراتها. نعم. وإلى مراجعة اجتماعاتها، وحتى تكون اجتماعاتها تمتلك مفاجأة حقيقية عليها أن تكثف اجتماعاتها في قضايا معينة ومحددة، لا أن تعقد كل يوم اجتماعا وتخرج بمخرجات تصير إلى الهواء. شكرا نجيب قحطان مدير إعلام المحافظة، كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفي من كندا الناشط الحقوقي والسياسي عبد القادر الجنيد. مرحبا بك معنا سيد عبد القادر. إذن حالة من الاحتقان واستمرار المظاهرات والاحتجاجات داخل مدينة تعز، برأيك من بيده تنفيذ مطالب المتظاهرين؟ مرحبا بك. أول حاجة لازم نعرف أنه تعز بتغلي في نفس الوقت اليمن كلها بتغلي، يعني فترة في أشياء مصيرية بتحدد مصير اليمن كلها بعد اتفاق الرياض. اتفاق الرياض مكتوب ومعروف، لكن ما نعرفش إيش اللي بيتم تطبيقه فعلا على أرض الواقع، وفي غموض في تنفيذ البنود. وتعز في عالم لوحدها بتغلي وبتفور. حكاية أنه مكان يكون فيه حركة احتجاجات، هذا أصبح شيء شائع في العالم، وأصبح له قوانينه وله أنماطه اللي ما بتتغيرش. الأساس مش سبب معين، مش سبب واحد. الأساس المعين انهيار تام للخدمات، ضيق بطريقة التعامل مع مشاكل الناس. ثلاثة، فساد، كلها بتكون على الموجات وتتراكم وبعدين يتجمعوا الناس، وبعدين الناس يقوموا يردوا، وبعدين ما يحتاجوا إلا قشة التي قسمت ظهر البعير ويخرجوا كلهم. المرة هذه في حركة احتجاجات في تعز، لكن يظهر ما هيش القشة التي قسمت ظهر البعير، يعني ما خرجوش الناس بالكميات الضرورية أو اللازمة لإحداث تغيير. نعم. لكن حجم الضيق، يعني أنا ابن تعز وأعرف تعز وأعرف الناس إيش يقولوا، حجم الضيق وحجم الرفض لما يدور في تعز هائل، كبير جدا جدا جدا. نعم. بالتالي إنه بعد كذا إنه نتعذر إنه المسألة الفلانية والمدير الفلاني والحصة الفلانية هذه ولا لها قيمة، أي معنى. الأساس انهيار تام للخدمات، سوء أحوال المعيشية، حصار، قصف، الناس فاض بهم الكيل. نعم. وبعدين بيشوفوا كمان فساد، وبيشوفوا كمان في وجوه معينة ماسكة تعز لمدة 5 سنين، لازم يتوجه اللوم لهم ولازم يتوجه الانفجار في اتجاههم. تفضل بالبقاء معي سيد عبد القادر. أعود إليك أستاذ عمر، هناك اتهامات توجه للمتظاهرين والمحتجين بأن هذه الاحتجاجات موجهة ضد طرف معين، كيف ترد على هذه الاتهامات؟
بالعكس تماما، هذه لأول مرة احتجاجات تخرق ضد فساد يعني عام، لم توجه ضد طرف معين، لم توجه استهام ضد فصيل واحد أو ضد حزب معين أو مسؤولين من طرف معين، وبالتالي فإن الفساد الكبير كان لابد له من خروج كبير ومطالب كبيرة سقفها عالي، وهذا ما أربك المشهد لدى القادة السياسيين، لدى الأحزاب، لدى السلطة المحلية، ولدى أيضا بعض القادة العسكريين. ما يتم تصويره بأن هؤلاء الشباب الذين خرجوا إلى الشارع احتجاجات بأنهم يقومون بأعمال غير مدروسة، هذا أمر غير منطقي، لأن هناك يعني كشف يومي للعديد من قضايا الفساد بالمستندات وبالوثائق وبالأرقام وبالأدلة تتجاهلها السلطة تماما. نحن أمام مشاكل جذرية، لأن السلطات المنوط بها أن تقوم بدور القضاء والتحقيق، مثلا الاجتهاد المركزي للرقابة والمحاسبة، هناك نوع من وضع اليد عليه، هناك نوع من عدم إطلاقه للقيام بعمله، هناك ملفات منذ سنة وتزيد، ملف فساد الجرحى، اللجنة الطبية، ملف له أكثر من سنة ونصف، لأن هناك نوع من وضع اليد على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبالتالي فإنما عندما يطالب المواطن بأن يقوم بمتابعة هذه القضايا بأجهزة ملوثة، بأجهزة ربما هناك نوع من الضغوط عليها الجهاز القضائي، هناك نوع من الوصاية والممارسات الموجهة ضده، هناك نوع من التخوف، هناك سلطات يعني أمنية ضعيفة، وهناك أيضا عسكريين يمارسون أنواع الجرائم حتى ضد قضاة، كيف نطالب من القاضي وكيف نطالب من الجهاز المركزي أن يقوم بدوره؟ هناك اختلال أساسي، نقول أن هناك سلطة محلية فاسدة وأساسها فاسد، ويجب إعادة دراسة كل قرارات التعيين التي لم تكن وفق مبادئ الكفاءة، وأيضا يجب على الأحزاب أن تتدارك وضعها. نحن لا نعادي الأحزاب، وإنما ننصح الأحزاب ونوجههم للعودة إلى الطريق الصحيح نحو خدمة المجتمع والارتقاء بدورهم. الأحزاب الآن أصبحت سهما موجهة ضد المواطن، لم تقم بأي مطالبة ضد الفساد. هذه الأحزاب بعضها اليوم توجه سهامها ضد المتظاهرين وتشن حربا إعلامية عليهم وتشاهر بهم وتشوههم، وبالتالي فإن هناك نوع من المصلحة التي تدافع عنها بعض الأحزاب. السلطة المحلية لديها أيضا مصالح شخصية، هناك ملفات فساد ربما يتم التغاضي عنها من قبل الأطراف، وبالتالي فإن العلاج لابد أن يكون جذري، نطالب بإقالات، نطالب باستقالات. نحن نريد أن يكون العمل الوظيفة العامة لها اعتبار، نريد إعادة الاعتبار للوظيفة العامة وللمال العام ولخدمة المواطن، نريد إعادة الحقوق لمصابها. شكرا عمر الحميري الناشط الحقوقي، كنت معي من تعز. سؤال أخير لك سيد عبد القادر، كنت قد تحدثت عن تراتبية الأحداث وكيف أن الحال وصل إلى ما هو عليه في مدينة تعز، الآن ما هو الحل برأيك وكيف يمكن إصلاح الوضع داخل المدينة؟ نفصفص الوضع، نفكفك الوضع في تعز. هؤلاء الذين على السلطة معهم مصالح، وبكل أسف كلهم من منطقة واحدة أو من جهة واحدة، معنا واحدة من سنتين، وكلهم مسكوا مناصبهم بموجب أوامر من رئيس الجمهورية. نعم. يعني هم أصلا مش ما همش الجهة النهائية، يعني ممكن رئيس الجمهورية ينهي هذا الموقف كله بتوقيع واحد، هذه يعني لازم نتخلص منها. اثنين، إذا كان على، لكن لو احنا نريد أن السكينة والطمأنينة والهدوء ولحمة أبناء تعز وتحسين الأحوال في تعز وأنهم يكونوا صف واحد، فلازم كلهم يتجمعوا سواء، ولازم إذا كانت المسألة مصالح، إذا معنا احتمالين، يعني إما في مصالح إما ما فيش مصالح. إذا ما فيش مصالح خلاص يشاركوهم، إيش المشكلة؟ إذا ما فيش مصالح تضربوا عليها، إذا كان في مصالح وغنائم يقاسموهم، يعني يعملوا زي خلق الله، يعني ما يعني المشكلة واضحة. لا، لم أفهم، هل تقصد أن التشاركية في المصالح ضمن دائرة الفساد؟ أيوة، يخلصون من معانا الفساد موجود الآن، ناس بيتهموا ناس، لكن مطالب المحتجين والمتظاهرين داخل المدينة هي ضد هذا الفساد، وتطالب يعني بإقالة هؤلاء الفاسدين. ذبحنا منهم كلهم، اللي بيطالب بالفساد واللي قاسم على الفساد واللي يطالب بإنهاء الفساد، لكن هذه مش تتحلش إلا من رئيس الجمهورية. إذا نكتفي. أما
اما من داخل يحلوا انفسهم يخلصون الناس ضبحانين منهم حق. نعم. الرفض كبير جدا جدا جدا. نكتفي بهذا القدر. الناشط والحقوقي والسياسي عبد القادر الجنيد، كنت معي من كندا، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيوفي الناشط الحقوقي عمر الحميري من تعز أيضا، ومن تعز أيضا مدير إعلام المحافظة نجيب قحطان. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات معيد هذه الحلقة محمد عبد المغني، وأيضا هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.